جماعية رجل العام الماضي لكنه حج مفردا، وبعد الطواف والسعي حلق رأسه أسوة بالآخرين، فماذا عليه؟ هل يبقى مفردا أم له أن يحلق أو أن يجعلها عمرة وفقكم الله؟ نقول الأفضل أن يجعلها عمرة. كل من حج مفردا أو قارنا وليس معه هدي فإنه ينبغي أن يحول إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحكم عليهم في ذلك. ولكن هذا الرجل الذي حلق رأسه لمجرد التأسي بالآخرين وهو باق على نية إفراده يبقى على نية إفراده، يكون مفردا فقط، ويكون هذا الحلق الذي حصل منه قبل أن يتحلل يكون هذا الحلق صادرا منه عن جهل، والحلق إذا صدر من المحرم عن جهل فإنه ليس عليه فيه إثم وليس عليه فيه كفارة، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.